لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه سبحانه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه عز وجل بكلمات فوفى بها وأتمها، بلغ عن ربه البلاغ المبين، ودعا قومه إلى التوحيد، كما أنه أطاع ربه فيما أمره به وانتهى عما نهاه عنه، وكل ذلك على التمام والكمال، فجعله الله عز وجل إماما يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما قدوة يقتدى به في أقواله وأفعاله وأحواله. قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. ك
كان على التوحيد ودعا قومه إلى التوحيد ولاقى ربه عز وجل بقلب مخلص بقلب سليم من الشرك صغيره وكبيره، وكان مما أمره الله عز وجل به ووفى به إبراهيم عليه السلام أن أمره بذبح ولده إسماعيل. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن هاجر إبراهيم من بين ظهراني قومه، بعد أن أيس منهم هاجر وخرج من بينهم، فدعا ربه عز وجل: رب هب لي من الصالحين، أي يا رب هب لي ولدا صالحا عوضني عن قومي هؤلاء الذين كفروا. فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، فبشرناه بغلام حليم. وصفة الحلم هنا مناسبة لما يأتي بعده بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، أي لما كبر إسماعيل وترعرع وصار يمشي مع أبيه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. لذلك امتثل إبراهيم عليه السلام أمر ربه عز وجل، فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أعلم ولده بذلك ليأخذ أهبته واستعداده، وليختبر ما عنده من طاعة لله وطاعة له. فماذا يقول إسماعيل عليه السلام وهو غلام؟ فلما بلغ معه السعي قيل: ابن 13 سنة. فلما قال له إبراهيم عليه السلام ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله تحقيقا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ووفى إسماعيل عليه السلام بما وعد، لذلك مدحه الله عز وجل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فكان إسماعيل عليه السلام صادق الوعد، أي فيما وعد به أباه. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذه إبراهيم عليه السلام ليذبحه. لما علم جبريل عليه السلام إبراهيم عليه السلام المناسك، عرض له الشيطان عند المسعى، فسبقه إبراهيم، ثم عرض له عند الجمرة، ف
فرماه إبراهيم بسبع حصيات، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات، وهناك عند الجمرة الوسطى أخذ إبراهيم عليه السلام ولده وصرعه على وجهه وهم بذبحه عند الجمرة الوسطى، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وقال الهيثمي رجاله ثقات. عند الجمرة الوسطى صرع ابنه على وجهه وهم بذبحه، فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما انقاد واستسلم لأمر ربهما سبحانه وتعالى وتله للجبين، أي صرعه على وجهه لئلا يرى وجه ابنه وهو يذبحه، ليكون أعون على تنفيذ الأمر. فعندئذ ناداه ربه عز وجل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ها هو إبراهيم عليه السلام صدق إبراهيم عليه السلام، صدق الرؤيا، فرؤيا الأنبياء وحي، ووفى أمر ربه سبحانه وتعالى، وها هو سيذبح ولده فعلا، ونفذ أمر ربه سبحانه. فجاءه النداء من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم كبش كان يرعى في الجنة، أنزله الله عز وجل فداء لإسماعيل عليه السلام، فذبحه إبراهيم عليه السلام، وتلك هي سنة الضحية، سنة الأضحية، هذا الفداء الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام بقوله وفديناه بذبح عظيم، أي هذا الكبش الذي كان يرعى في الجنة. فإبراهيم عليه السلام تعرض لبلاء واضح جلي، إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، وهل هناك بلاء أشد من ذلك؟ أن الرجل يؤمر بذبح ولده، هل هناك بلاء أشد من ذلك؟ بلاء أي اختبار يختبره رب العالمين سبحانه. فوفى إبراهيم عليه السلام بما أمره الله عز وجل به، لذلك هذا مدح عظيم لإبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، أي جازاه ربه سبحانه لأنه كان من المحسنين في عبادة ربه والمحسنين إلى الخلق، إذ كان مبلغا رسولا مصلحا عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل فرج كربه وجعل له ثناء في الآخرين، أي ما من أمة إلا وتثني على إبراهيم وتحبه، وتركنا عليه في الآخرين،
أي تركنا له ثناء حسنا في الآخرين، أي الأمم التي تأتي بعده. فما من أمة إلا وتحبه وتثني عليه، لأنه نفذ أمر ربه سبحانه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، ذكرها الله عز وجل في حق إبراهيم مرتين. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. انظر عبد الله، أي ثناء هذا الذي أثناه الله على إبراهيم عليه السلام، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي بشره الله عز وجل بولد يولد له من سارة عليها السلام، هذا الولد سيكون نبيا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. بل وبشره الله عز وجل أنه سيولد ولد لإسحاق وهو يعقوب عليه السلام، أي سيولد في حياة إبراهيم عليه السلام. هذا يا عباد الله ثناء من الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، وثناء أيضا على إسماعيل عليه السلام. فالله عز وجل ذكره بأحسن الصفات، فقال عز وجل في صفته بغلام حليم. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وكذا قال سبحانه عنه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن حليم وصبور، فاجتمعت صفتان عظيمتان في حق إسماعيل عليه السلام. ووفى فمدحه عز وجل بأنه كان صادق الوعد، يوفي بوعده، صفة عظيمة. وجعله الله عز وجل رسولا نبيا، وهذا يدل على أن إسماعيل أفضل من إسحاق عليهما السلام، لأن الله ذكر إسماعيل بصفة الرسالة والنبوة، أما إسحاق فذكره الله عز وجل بصفة النبوة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يا عباد الله هم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، الذين جعلهم الله عز وجل قدوة للعالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من هداية الآيات أن العبد المؤمن يقتدي بإبراهيم عليه السلام فيما ذكره ربه عز وجل عنه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، وقال تعالى: ولم يكن من المشركين. وقال عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويوم القيامة لن ينجو إلا من كان قلبه سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك، قلب مخلص
قلب مخلص، قلب سليم ليس فيه شرك، قلب ليس فيه شرك. هذا هو القلب الذي سينجو صاحبه يوم القيامة. فلنحرص على أن تكون قلوبنا سليمة ليس فيها شرك، إنما يملأها التوحيد وتعظيم رب العالمين سبحانه والتعلق به عز وجل وحده في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. كذلكم أيضا الطاعة لله سبحانه، لأن الله عز وجل مدح إبراهيم بقوله وإبراهيم الذي وفى. الطاعة لرب العالمين امتثال الأمر واجتناب النهي، وكذا أيضا السعي بين الناس بالإصلاح، الدعوة إلى الله عز وجل، فذلك مما أمرنا الله به. أمرنا الله عز وجل أن نقول للناس حسنا، أمرنا الله سبحانه أن ندعو إليه، أمرنا عز وجل أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فيكون المؤمن صالحا مصلحا، صالحا في نفسه مصلحا لغيره، يمشي بين الناس بالنصح داعيا إلى الله عز وجل. كذلكم أيضا الطاعة يا عباد الله فيها الخير كله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فرجا ومخرجا. إنا كذلك نجزي المحسنين، المحسنون الله عز وجل يجعل لهم فرجا ومخرجا من كل ضائقة وشدة، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإحسان في عبادة الله، الطاعة لرب العالمين فيها الخير كله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يكون الله عز وجل لنا على ما نحب حتى نكون له عز وجل على ما يحب. هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، من هداية الآيات أيضا الدعاء. الدعاء هو العبادة. إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، يدعو ربه عز وجل أن يرزقه الله ولدا صالحا عوضا له عن قومه، ولدا صالحا مطيعا لربه، ولدا صالحا يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، كما دعا زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث النبوة. فإنه يدعو الله عز وجل بولد يرث النبوة، ولد يكون صالحا يرث النبوة، يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن قرة العين له أن يجد له ولدا صالحا، أن يرزقه الله ولدا صالحا. لذلك يأخذ المؤمن بجميع الأسباب ليكون له ولد صالح. من هذه الأسباب الدعاء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أعينوهم على طاعة الله، يسروا لهم العبادة والطاعة، دلوهم على رب العالمين سبحانه، ليرزقك الله عز وجل ولدا صالحا. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه سبحانه أن يرزقه الله ولدا صالحا، فرزقه ربه عز وجل
نبيين. إسماعيل رسولا نبيا، إسحاق نبيا من الصالحين رزقه الله عز وجل، وإسماعيل عليه السلام أبو العرب، أبو عرب الحجاز، ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول الوحيد من ذرية إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم. كذلكم أيضا سنة الضحية، سنة الأضحية، هذه السنة فداء، فداء كما ذكر الله عز وجل وكما بين تاريخها وأصلها وما زالت في بنيه. وجاء الإسلام وأقر ذلك. الأضحية، الأضحية يا عباد الله عبادة عظيمة، فإن التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم على اسم الله سبحانه وله عز وجل من أفضل العبادات. عبادة، لأن هناك من يذبح للجن، وهناك من يذبح للشياطين، وهناك من يذبح للأصنام والأنداب والأحجار والأضرحة، أما المؤمن يذبح لربه، يذبح على اسم ربه وله سبحانه، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، ليس لحجر ولا لضريح ولا لميت، وإنما لرب العالمين سبحانه. عبادة عظيمة، عبادة الذبح هذه يا عباد الله. لا تنظر في الأضحية إلى مال، إذا أعطاك الله سعة فضحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الأضحية واجبة، الأضحية واجبة على ذوي اليسار، على من يجد سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. والنفقة مع رب العالمين نفقة مخلفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه. الأضحية تقرب لرب العالمين، ذبح له عز وجل على اسمه سبحانه، ومخلصا في عمله لربه يأكل منها يوسع على أهله، فإن أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله، ويوسع على الفقراء والمساكين. فهذه نأخذها من هذه الآيات الكريمة. كذلك يستحب في الأضحية التضحية بالكبش، لأن الذبح العظيم في الآية هو الكبش، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرانين صلوات الله وسلامه عليه.